يحيى الرحمن. أصالة وشهامة، عزة وكرامة، والأطلس بها ينطق من غابر الزمان. يا ابني من لال خضرة، وأجمل ما فيك كرم الإنسان. كيشكل موقع عين سردون منتجع سياحي فريد، بحيث كيجمع ما بين سحر الطبيعة وعرقة التاريخ. هو متنفس طبيعي لساكنات بني ملال والنواحي، والزوار المغاربة والأجانب من عشاق الطبيعة الخلابة والسياحة الجبلية، خصوصا خلال فترات العطل ونهاية الأسبوع. وفضاء العين كيلبي جميع أسباب الراحة والاستجمام للزوار، بحيث كيوفر كراسي وطاولات متعددة وعرض أشكال مختلفة من التذكارات المحلية الصنع والمستوردة من فاس ومراكش ودمنات وغيرها، كل ذلك في أكشاك خشبية بديعة تحت ظلال أشجار البلاطان الباسقة. كما أن هناك فضاء الألعاب الأطفال ونقاشة الحنة اللواتي يتفنن في نقش الأيادي، ونافورة جميلة التي ينساب منها الماء على شكل خيوط، ما يذكرنا بمناسج الحياكة والتي أبدعت فيها المرأة الملالية. ولا ننسى مركز التعريف بالتراث الثقافي لجهة بني من الخنيفرة، واللي تم افتتاحه بحر هذا الأسبوع في وجه العموم، واللي كيحتوي على معروضات متعددة كتعرض التراث الجهة المتعلقة بتاريخ المنطقة والعمارة والنسيج والألبسة والموسيقى والتبوريضة والمواقع الطبيعية المتميزة بسينوغرافيا حديثة. يمكن للزائر كذلك الاستمتاع بأغاني شعبية من أداء مجموعة من شباب المدينة، والذين ما فاتئوا يخلقون جو من المرح والفرجة بين الفينة والأخرى جنبات النافورة وتحت أشجار الزيتون المعمرة. وللإشارة في الشريط صور في فترات زمنية مختلفة من اليوم وعلى مدار أيام، فلا صوت يعلو على صوت الأطفال وخرير المياه، مياه عين سردون الباهية. ونخليكم تستمتعوا بجمال منتجع عين سردون، خاصة أزهار شجرة الجاكراندا العجيبة والتي تضفي على الموقع مسحة جمالية متميزة بلونها البنفسجي الزاهي. دمتم في رعاية الله، وإلى شريط آخر إن شاء الله.
Sanctuary of knowledge is also a place dedicated to education, especially for the youngest, to raise awareness among the greatest number of people about the invaluable value of humankind, the land where geology, life, and human culture intersect and intertwine.
كل هذا ما غادي